هلا شباب، ويلكم لفيديو جديد من لعبة نيفرسال تراك سيميليتور. طبعا يا شباب، واخيرا اللعبة نزلت وصارت على جوجل بلاي والاب ستور، يعني الايفون صار بامكانك تحملها. فقبل ما نبدا الفيديو نشرح لكم عن هاي اللعبة وايش صاير بيها، ولا تنسوا صلاة حبيب محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، لا تنسوا دعمكم باللايك والاشتراك، واذا كنتوا اول مرة تشاهدوا قناتي اشتركوا وفعلوا زر الجرس توصلكم كل جديد. لكم على المقطع مشاهدة ممتعة. بداية يا شباب، اول ما راح تفتح اللعبة راح تطلع عندك بهاي الواجهه، فراح تضغط هين تختار اسمك يلي راح يكون باللعبه. طبعا انا راح اختار الاسم بسرعه، ومن بعدها راح ندخل يا شباب. مثلا حاليا ضغطنا على هارون. طبعا شباب، مثل ما تشوفون حاليا عم يفرجونا الشركه كامله، طبعا يقولون هاي شركتك ولاخره، فراح نضغط على نيكست. عم يفرجونا المكتب حاليا، ومن بعدها يا شباب مثل ما تشوفون جراج، هاي الجراجات تبعتك باللعبه. ومن بعدها يا شباب عم يفرجيك مكان موقف السيارة. فحاليا يا شباب عنا نحن بالمكتب. طبعا هاي بداية اللعبة بهاي الطريقة. رح نجي ندخل على المكتب شباب. اول ما رح تدخل على المكتب رح يطلع لك هاي العلامة الزرقاء، تشوفوا يا شباب هاي رح تضغط عليها. من هين رح تختار الحمولات. طبعا عندك حمولات عادية ووسط وثقيلة ومن هالامور هاي يا شباب. فكيف رح نقدر ناخذ حمولة؟ اكيد لازم نشتري سيارة، عفوا يعني شاحنة ولا سيارة، نفس الشيء يا شباب. فرح نجي على الكراجات يا شباب. هاي الكراجات رح نختار شراء كراج. شوفوا يا شباب الكراج اذا بدك تشتري سعره، يعني طبعا انا بتركيا عندي اياه 18-19 ليرة تركي، شيء تقريبا 1 دولار يا شباب او 1.5 دولار، يعني كل انسان رح يحطوا له اياه حسب عملة بلده. وهاي الشغلة صراحة ما هي كويسة ابدا ابدا. ومن هنا يا شباب تضغط على هذا المكان جنب الكراج مثل ما تشوفوا المصاري، ومن هنا تقدر تشحن للمبلغ اللي بدك اياه مثلا وتشتري. طبعا هاي الشغلة مو ظابطة ابدا معهم بهاي اللعبة، والكراج كذلك الامر. فحاليا راح نفرجيكم يا شباب الشاحنات والاسعار، يعني عن جد اسعارهم خنفشاريه بمعنى الكلمه. يعني الاسعار ليش هالغلا كلياته ما اعرف. مثل ما تشوفون عندنا هاي الاسكانيا سعرها 110، وعندكم الفولفو، وعندكم الاسكانيا الحديث والمرسيدس. طبعا رجعنا نفس الشاحنات، وعندنا هين اذا تشوفون يا شباب عندنا الاكس 2 واكس 4 واكس 8. نحط الاكس 2 مثل ما تشوفون عندكم. هاي الفولفو طبعا الاسكانيات، وشوف كلهم يعني الاكس 2 اطارين دفع خلفي مثل ما تشوفون قدامكم يا شباب. وعندنا مثلا كذلك الامر بالاكس 4 اللي هي الشاحنات الامريكيه مثل ما تشوفون، تجاهي اساسيات الاربع اطارات من ورا واثنين من الامام، يعني 6 مثل ما تشوفون. وعندكم الاكس 8 هذه، شوفوا يا شباب شوف الشاحنات. طبعا صراحة الشاحنات حلوة، بس ولكن يعني اسعارهم غالية غالية جدا. يعني لعبة تراك سيميليتور، عفوا تراك اوف اوروبي، يعني نزلت جديد وانا اشوفها اقوى من هاي اللعبة، ومع ذلك يعني كانت الاسعار رخيصة جدا. فمثل ما تشوفون يا شباب هاي التعديل على الشاحنات وهي الشاحنات الموجودة باللعبة. عندكم يا شباب المقطورة تبعيت السيارة اللي تختارها او الشاحنة اللي تختارها تبعيتك. عندكم يعني شوفوا شباب راح اشرح لكم شغلة بسيطة، وهي بس اشتريت هاي المقطورة مثلا، مثال اشتريت واحدة من هالمقطورات هاي اللي تشوفوها موجودتين، واشتريت شاحنة اللي بدك اياها، راح تصير هذن تستخدمن على طول. يعني شفتوا بعض مثلا العاب تصير مثلا تختار الشاحنة اللي بدك اياها، عندك شاحنتك انت وتروح تختار حمولة، راح يعطوك الحمولة مع المقطورة تبعيتها. اما هين راح تختار انت المقطورة لك تبعيتك انت، ولكن هم راح يحملوا لك البضاعة بقلب المقطورة. فهمتوا علي يا شباب؟ يعني مثلا اخترت هاي راح تصير تختار حمولات مثلا حفارات وهيك شغلة تحملهن. هاي حاولت يعني كل مقطورة تختارها انت راح يحملوا لك البضاعة الشيء اللي بدك توصله بقلب المقطورة تبعيتك وشاحنتك. تختار الامريكي مثلا تشوفون تجي اطول شوي مع اطارات 2 بس، هاي تجي تقريبا اقصر بشيء بسيط مع 3 اطارات. ومن هنا يا شباب يعني كذلك الامر تختار هاي معاها، يعني نفس الشيء تلاقي بس انه مثلا عليها اسم شركة او كذا لاخره. فشباب يعني صراحة هاي اللعبة مثل ما شفتوها انتو، انا ما اعرف، اكتبوا لنا رايكم عن هاي اللعبة
فيعني ما رح نقدر نشتري شاحنة لأني أسعار غالية، وما أعرف حتى صراحة شلون بدك تجمع وتشتغل وتاخذ حمولات توصل وتساوي، أنا صراحة ما أعرف. شباب خلينا نفرجيكم شغلة واللي هي مثلا الخريطة، العيب اللي موجود باللعبة. شوف الخريطة شباب، عندكم الطريق لهين منتهي، هاي الطريق شوف شو نهايته لوين صايرة، هين مثلا يعني شوف ياخذك تحس انك اني شوف هذا منتهي، يعني اعطيكم شغلات صراحة انا ما اعرف شلون، يعني حتى تحس الخريطة مو كاملة باللعبة. يعني شوف يا شباب خريطة صغيرة، ما هم معتمدين على، ما هم دقيقين كثير فيها، شوف تلاقي لهين مسكر، يعني عيبها جد عن جد اللعبة ما نشوفها ابدا حلوة. واتمنى انه يصلحوا على هاللعبه وترجع يعني افضل من هذا الشيء. فلهين يا شباب وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات عن هاللعبه اذا حبيتوها، عجبتكم ما عجبتكم، ولا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك، واذا كنتوا اول مره تشاهدوا قناتي اشتركوا وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم هارون، السلام عليكم.